اليوم الثاني على التوالي تواصل القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير بمدينة جوز بيضة تواصل نشاطاتها داخل المدينة، خاصة معاينة وعلاج المصابين بأمراض العيون. ياسر محمد أحمد. في يومها الثاني على التوالي تتواصل نشاطات القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير بمدينة جوز بيضة حاضرة إقليم سيلا، فقد شهد المخيم طابورا طويلا من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض العيون ذات النوع الذي يسمى بالكتراك. هذا النوع من مرض العيون، وعلى حسب السلطات الصحية بالإقليم فقد سجلت خلال عام 2017 أكثر من 500 حالة إصابة. وبناء على ذلك فإن هذه البادرة التي قامت بها مؤسسة القلب الكبير ونظيرتها مؤسسة البصر العالمية السودانية لا شك أنهما ستعيدان الأمل والحياة مرة أخرى لهؤلاء المرضى الذين قد حرموا من نعمة النظر لفترات طويلة بسبب ذلك المرض القاتل للعيون. قام مؤخرا رئيس السلطة المحلية لقرية جنو أدجول إدريس دوغوني الديكير بتحويل القرية من مكانها إلى منطقة أخرى بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت القرية مؤخرا وتسببت في إحداث خسائر للممتلكات لسكان هذه القرية. محمد حسن أدم وتفاصيل. يعاني سكان قرية تأكب أدوغل بإقليم جيرا من الفيضانات في موسم الخريف، وذلك نسبة لهطول الأمطار الغزيرة بتلك المنطقة وموقعها الجغرافي ذات السلسلة الجبلية والأودية الموسمية. كما أنه في شهر يوليو 2017 فقد تضرر السكان من الفيضانات التي أدت إلى هدم البيوت وإتلاف المواد الغذائية والممتلكات، وبهذا الخصوص فقد قررت السلطات تحويل هذه القرية إلى منطقة أخرى أكثر أمنا وسلاما. قلنا أننا نشوف بكان أديل مع حكومة وبكان دا نقسمه لكم بطريقة صحيحة. اليوم لمينا هنا ده عشان بكان ده كله حصة بكان علينا قاعدين فوق ده عنين خلاص بورنه كل فيلاج أنا دانجليات القاعدين أي ما شاف ده فيلاج جابه لكم 500 درنجل. بار دونغوس أهدى المستفيدين من سكان القرية والبالغ عددهم 120 مواطنا عبر عن فرحته تجاه هذه البادرة. نشكر السيد الشيف دي كانتون، هو ما قصر في شابة دائما جاي يفكر في تابنا شابنا وقت ثلاث سنة قاعدين في لبال ألمي، هو ذكر قدر يجي أنتنا النقا هذا الوافق عشان نقدر نبنو ونقدر نقود بعافية والسلامة. هذا وكما أن هذه البادرة تدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق الرفاهية للسكان، فقد طلب محافظ مقاطعة أبو طيور من سكان القرية احترام هذه القرارات. رئيس السلطة المحلية إدريس ديكوني الديكير أكد بأنه سيتم بناء مركز صحي ومؤسسات تعليمية فضلا عن توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات اجتماعية أخرى بقرية كوبو أدوغول الجديدة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.